يمكن الوصول إلى تلفاز وإيبويس من خلال الهاتف. شاهد هذا الفيديو للتعرف على كيفية توصيل هاتفك بتلفاز أيبدي سمارت عن طريق تثبيت تطبيق ثينكيو. قم بتنزيل تطبيق ثينكيو من متجر جوجل بلاي أو أب ستور. قم بتوصيل جهازك الذكي والتلفاز بنفس شبكة الواي. قم بتسجيل الدخول أو التسجيل باستخدام تطبيق الجي ثينكيو على جهازك الذكي. لإضافة أو توصيل هاتفك بالتلفاز انقر فوق علامة زائد زائد. تأكد من تشغيل التلفاز. سيظهر اسم التلفاز عندما تضغط على زر البحث القريب في تطبيق ثينكيو. انقر فوق اسم التلفاز للاتصال. بمجرد النقر على اسم تلفازك ادخل الرقم المعروض على شاشة التلفاز في تطبيق الجي ثينكيو. اضغط على التال للمتابعة. ارجع إلى شاشتك الرئيسية بالضغط على زر التخطي ثم الانتقال إلى أزرار الصفحة الرئيسية. كبديل لاستخدام جهاز الريموت كنترول، يمكنك ببساطة التحكم في التلفاز باستخدام الأوامر الصوتية للتحكم في القنوات ومستوى الصوت وما إلى ذلك. لها نفس وظائف مؤشر الماجيك ريموت وأزرار الأسهم. لمشاهدة شاشة الجهاز المحمول على التلفاز باستخدام أيقونة مشاركة الشاشة في الأعلى، انقر على أيقونة مشاركة الشاشة في الأعلى وحدد انعكاس شاشة الهاتف. بعد ذلك انقر فوق اسم التلفاز المعروض على شاشتك. لقبول طلب مشاركة شاشة الأندرويد، انقر على القبول من تلفازك. ستتمكن الآن من رؤية الشاشة المشتركة عبر التلفاز. انقر فوق زر التكبير الموجود على شاشة التلفزيون لتكبير الشاشة أو تغييرها إلى ملء الشاشة باستخدام جهاز الماجيك ريموت. لبدء تشغيل الصوت من جهازك الذكي من خلال سماعات التلفاز، قم بتشغيل بلوتوث أوديو بلاي باك من الهاتف المحمول. حدد التلفاز من قائمة الأجهزة في إعدادات البلوتوث الخاصة بالجهاز الذكي، وسيتم توصيله بجهازك الذكي. شكراً لمشاهدتك هذا الفيديو.